الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. ما لم تحصل مفاجأة ليست في الحسبان، لن يكون هناك أي معركة خلال انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقررة الشهر المقبل. الانسحاب المتوقع للإماراتي محمد خلفان الرميثي ترجم رسميا بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الذي سيبقى في منصبه لأربع سنوات مقبلة. الاتفاق سينسحب على باقي مناصب المكتب التنفيذي وستمر الانتخابات بهدوء، وسيفوز المرشحون المدعومون من تحالف بن إبراهيم والشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح. وبحسب مصادر قطرية من المؤكد أن المرشح الثالث سعود المهندي سيعلن انسحابه من السباق الانتخابي لمنصب الرئاسة، ما يعني فوز بن إبراهيم بالتزكية. مواجهة عربية قوية أفرزتها قرعة دوري ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. الترجي التونسي حامل اللقب سيواجه شباب قسنطينة الجزائري في لقاء صعب للفريقين. أما باقي الفرق العربية فستكون أمام اختبارات صعبة. الأهلي المصري وقع مع سان داونز الجنوب أفريقي. الوداد المغربي ضرب موعدا مع هورويا كوناكري الجيني. وسيلتقي مازن بالكونغولي سيمبا التنزاني. أسدى المقاولون العرب خدمة كبيرة للأهلي بعدما أسقط الزمالك المتصدر في فخ التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة مؤجلة من المرحلة 25 من الدوري المصري. وأشعل فريق الذئاب الصراع على اللقب بعدما تقلص الفارق بين فريق القلعة البيضاء وملاحقه إلى نقطتين قبل اللقاء المرتقب بينهما في 30 من أذار مارس الحالي. وتقدم الزمالك أولا عبر محمود حمدي، وأدرك عبد الوهاب إسماعيل التعادل لفريق المقاولون، ثم أعاد طارق حامد التفوق للنادي الأبيض، إلا أن أحمد علي أعاد الأمور إلى النقطة الصفر من ركلة جزاء. فوز صعب للمنتخب العراقي على ضيفه السوري بهدف من دون مقابل في افتتاح فعالية النسخة الثانية من بطولة الصداقة الودية. المهاجم جاستن ميرام سجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي. الفوز هو الأول لمنتخب أسود الرافدين على حساب نسور قاسيون في آخر ثلاث مباريات ودية بينهما المنتهيات بالتعادل بهدف لمثله. وتمثل البطولة فرصة للعراق وسوريا لاختبار منتخبيهما بعد الخروج المخيب من الدور الثاني لنهائيات كأس آسيا. الهولندي بيرد فان مارفيك أصبح المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. مدرب منتخب الطواحين الأسبق سيشرف على الأبيض في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر وكأس آسيا المقبلة. وسيحل فان مارفيك بدلا من المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي رحل بعد كأس آسيا الماضية برغم تأهل الإمارات إلى نصف النهائي. وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن رسميا التعاقد مع المدرب الهولندي من دون الكشف عن مدة التعاقد، وسيقدم على نحو رسمي قبل مباراة الإمارات والسعودية الودية. بوتيرة متسارعة يتطور قطاع التحكيم في مباريات كرة القدم. بعد الفار جهزوا مايكروفون جديد يدخل حيز الاختبار للوقوف على مدى إفادته حكام المباريات والتقليل من الأخطاء التحكيمية. الحكم الأسترالي جاريد جيلت خضع للتجربة في مباراة بريسبن رور وويسترن سيدني ووندررز في الدوري المحلي. الحكم بدأ متفاعلا مع الخطوة الجديدة التي سمحت له بإدارة اللقاء بأريحية. جولة جديدة تكسبها كرة القدم في الحرب على المخدرات. السلطات الكولومبية تلقي القبض على لاعب دولي السابق جون فيافارا بتهمة مواجهة من الولايات المتحدة. المدعي العام في كولومبيا قال إن فيافارا يمثل جزءا من شبكة مرتبطة بالكارتل. ابن الأربعين عاما اللاعب السابق لساوثهامبتون وبورموث وريال سوسيداد ضبط مخمورا في مدينة كالي مع أربعة آخرين جراء حادث سرعة. ملف قارة أمريكا الجنوبية لاستضافة كأس العالم 2030 ينال الإشادة خلال اجتماعات الاتحاد القاري. رئيس كونميبول أليخاندرو دومينيغيز رأى أن ملف الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي المشترك هو الأوفر حظا للفوز. حديث دومينيغيز جاء عقب اجتماع إلى رؤساء الدول الأربع في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس. ويتوقع أن تواجه الدول الأربع منافسة شرسة من ملف مشترك يضم المغرب وإسبانيا والبرتغال.
دائما ما يعيش نجوم كرة القدم على ذاكرة الحنين إلى البدايات وإلى الأزقة التي خرجوا منها نحو العالمية، وغالبا ما يعودون إلى مسقط رأسهم لتأسيس جمعيات ومساعدة من كانوا سببا بنجاحهم ونجوميتهم. تلك الأزقة وأحياء الصفيح تمثل حدائق المجد بالنسبة إلى النجوم. مطلع الأسبوع الماضي زار نجم برشلونة السابق سامويل إيتو أطفال مدرسة في الكاميرون، مؤكدا التزامه العمل الخيري لدعم أبناء وطنه. هذا النوع من المبادرات يمنح نجوم الكرة العالمية فرصة لإبراز جانبهم الإنساني، ليثبتوا أن الرياضة هي أبعد من كونها مجرد ركل وتسديد للكرات وهز للشباك. ما قام به إيتو يمثل امتدادا لنجوم كثر في القارة السمراء وفي خارجها. الأفريقي الآخر ديديه دروغبا ولد في أحياء ساحل العاج الفقيرة لأبوين فقيرين، ونجح في تغيير حياته وحياة الكثيرين إلى الأفضل، حيث ساهم في بناء 5 مستشفيات في بلده والعديد من المشاريع الإنمائية من ماله الخاص. وفي القارة السمراء أيضا لم ينس محمد صلاح مسقط رأسه نجريك، حيث ساعد على بناء مستشفى ومدرسة في منطقته، بالإضافة إلى تبرعه بمبلغ مالي للعناية بالأسر الفقيرة من لاعبي كرة القدم المتقاعدين، وتبرعه بجوائز تذكارية ومعدات رياضية لمساعدة فرق كرة القدم المحلية. وإلى جانب ذلك ساهم صلاح في تطوير فصول مدرسته الابتدائية، وساعد على إنشاء وحدة غسيل كلوي للمرضى من أبناء قريته، وتبرع للمساهمة في علاج مرضى التهاب الكبد الوبائي. ومن أفضل من ليونيل ميسي ليكون سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، حيث اختارته المنظمة بسبب مشاركة النجم الأرجنتيني على نحو دائم في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طموح ميسي الخيري نابع من معاناته في العلاج خلال طفولته، فأنشأ مؤسسة ليو ميسي عام 2017، وهي تعنى بتأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، كما مول ميسي مركزا لسرطان الطفولة في برشلونة أواخر العام الماضي، إلى جانب تقديم مؤسسته مطلع العام الحالي تبرعات مالية لمستشفى في بيونس آيرس متخصص في علاج سرطان الأطفال. أما كريستيانو رونالدو فيبقى أكثر الشخصيات الرياضية إقبالاً على الأعمال الخيرية. نجم يوفنتوس سبق أن عانى من الفقر وقاس ظروفاً صعبة في صغره، لذلك فقد شيد مركزاً طبياً لعلاج السرطان في مسقط رأسه في البرتغال، كما تبرع ب5 ملايين يورو لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال. كذلك باع رونالدو إحدى كراته الذهبية في مزاد علني، وخصص أموالها لمساعدة المرضى، إلى جانب تقديمه مساعدات لدعم الأطفال في سوريا. منتخب ألمانيا واصل نتائجه المخيبة واستعد لانطلاق تصفية كأس أوروبا بتعادل ضعيف مع ضيفه الصربي بهدف لمثله في مباراة ودية استضافتها مدينة فولسبورغ. لم يتمكن المدرب يواكيم لوف من إسكات منتقديه. تأخر المانشافت بداية بهدف لوكايوفيتش الذي افتتح سجل أهدافه الدولية قبل أن يسيطر على مجريات اللقاء ويقتنص التعادل عبر لاعب بايرن ميونخ ليون غوريتسكا. وتستعد ألمانيا لمواجهة قاسية ضد هولندا في افتتاح التصفيات القارية الأحد المقبل. الإصابة ستحرم المنتخب الأرجنتيني نجمه المتألق في الأونة الأخيرة أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان أصيب على مستوى الفخذ، وبالتالي سيغيب عن المباراتين الوديتين ضد فنزويلا والمغرب. ولم يلعب دي ماريا مع منتخب الأرجنتين منذ الخروج المخيب من ثمن نهائي مونديال روسيا أمام فرنسا البطلة، ويعود إلى المنتخب الأرجنتيني نجمه وقائده ليونيل ميسي للمرة الأولى بعد المونديال. إيكر كاسياس مدد عقده مع بورتو البرتغالي 2 على الأقل. الحارس الدولي الإسباني السابق خاض مع النادي البرتغالي نحو 150 مباراة في 4 مواسم، محققا لقبين في الدوري وكأس السوبر البرتغالية. ابن 38 عاما عبر عن سعادته في النادي، مشيرا إلى أنه يعيش أفضل لحظات مسيرته، ما دفعه إلى إرجاء موعد اعتزاله. حارس ريال مدريد السابق قاد بورتو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي ليفربول الإنجليزي.
جورج ويا استعاد مهاراته كلاعب خلال زيارته ناديه سابق الجزيرة الإماراتي. الرئيس الليبيري استغل زيارته الإمارات ليشارك في الحصة التدريبية للفريق مستعيدا ذكرياته عندما كان لاعبا في صفوف الفريق الأول. وكان ويا قد بحث مع الشيخ محمد بن زايد النهيان علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. قبل سنة كاملة من موعد وصول شعلة أولمبياد طوكيو إلى العاصمة اليابانية من اليونان، أزيح الستار عن التصميم. صممت الشعلة الذهبية اللون على شكل زهرة الكرز أو ساكورا في اليابان وسط احتفاء كبير، وساهم في الشكل أطفال من مناطق تضررت بشدة من زلزال أعقب أمواج مد عاتية قبل 8 سنوات في فوكوشيما. ويبلغ وزن الشعلة نحو 1200 جرام، وهي مصنوعة من الألومنيوم الذي استخدم في بناء أماكن إعاشة مؤقتة في أعقاب الزلزال. في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، تابع جيمس هاردن أرقامه المميزة هذا الموسم وسجل 57 نقطة لفريقه هيوستن روكيتس في سلة منفس كريزلز. وبرغم نقاطه الغزيرة لم تجنب بل يجنب هاردن فريقه الخسارة بفريق نقطة واحدة، وهذه هي الهزيمة 26 لهيوستن هذا الموسم مقابل الفوز في 45 لقاء، وهو يحتاج إلى فوزين ليضمن بلوغ الأدوار الإقصائية. وصف البطل في الموسم الماضي كليفلاند كافاليرز أسقط متصدر المجموعة الشرقية ميلوكي باكس بفارق 5 نقاط، ورفع كليفلاند انتصاراته إلى 18 مقابل 53 خسارة بفضل نقاط نجمه كولين ساكستون 25. 21 رياضيا يشتبه في تورطهم في تعاطي منشطات عن طريق الدم، هذا ما أعلنه المدعي العام لمدينة ميونخ الألمانية كاي غريبر. أشار غريبر إلى أن الرياضيين ينتمون إلى 8 دول على الأقل، وتعود وقائع الحادثة إلى العام 2011. القضية مرتبطة بطبيب ألماني اعتقل في إطار حملة مداهمات شنتها الشرطة الألمانية والنمساوية ضد المنشطات الشهر الماضي، ولم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسماء الرياضيين أو رياضاتهم، فيما لا يزال التحقيق مستمر. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة. للمزيد الميادين.net والميادين بالإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.